وإلى السلطات الأوكرانية تذهب إلى أبعد من ذلك وتقول بأنه إذا لم يتم وقف القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية فإن دول أوروبية تبقى مهددة على غرار دول البلطيق وكذلك بولندا. أما السيناريو الأكبر الذي ترجحه القوات أو الجانب الأوكراني هو أن تنتقل القوات الروسية من إقليم الدنباس إلى المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية في أوكرانيا. يتحدث العديد من المسؤولون خلال الفترة الأخيرة عن ضرورة دعم بلادهم من أجل وقف تقدم القوات الروسية في إقليم الدنباس في مقاطعة دونيسك الآن بعد سيطرة القوات الروسية على مقاطعة لوهانسك. الآن المخاوف أيضا في المنطقة الشرقية وحتى هناك احتمال لأن تهاجم روسيا المناطق الشمالية المحاذية لبيلاروسيا وكذلك المناطق الشمالية الشرقية في مقاطعة سومي. وعلى ذكر هذه المنطقة تعرضت صباح اليوم وفق ما قال حاكمها في حدود الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي عدد من البلدات في هذه المقاطعة على الحدود مع روسيا تعرضت لقصف بالقذائف الصاروخية أسفر عن تدمير هائل لمنازل المدنيين وأماكن البنية التحتية. أيضا القصف الروسي تجدد أوائل صباح اليوم أيضا في منطقة خاركيف مساء أحياء وسطى في هذه المدينة الاستراتيجية وفق ما قال الحاكم العسكري هناك. أيضا مدينة كريفي ريغ التي زارها الرئيس الأوكراني يوم أمس تعرضت صباح اليوم إلى قصف بالمدفعية وفق ما قالت السلطات المحلية هناك. طبعا لكن تركز القتال بشكل رئيسي يبقى في المنطقة الشرقية في إقليم الدنباس. جميع البلدات الواقعة على خط التماس بين مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك توجد الآن في حماة الاستهداف الروسي. هناك معارك تدور على مدار الساعة وفق ما تقول بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. تتنوع ربما أو يتنوع حجم الاستهداف الروسي بين اليوم وآخر لاتجاه مقابل اتجاه آخر. إذا كنا في قبل يومين أو ثلاث نشهد تركيزا للقوات الروسية على بلدات ومدينة سلافيانسك تحول يوم أمس إلى كراماتورس وكان قبلها أيضا على مدينة باخموت ربما في محاولة لجس النبض وكذلك معرفة مدى تمركز قوة الدفاعات الأوكرانية ربما من أجل التحضير لعملية هجومية أكثر في الأيام أو ربما الساعات المقبلة. لكن على العموم السيناريو وائل السيناريو المطروح هو أن روسيا لن تتوقف عند حدود الدنباس ويعللون ذلك بالقول من خلال سيطرتها طبعا على منطقة خرسون في جنوب البلاد سيطرتها على أجزاء واسعة أيضا من منطقة زاباروجيا. نحو 60% من مساحة هذه المنطقة باتت تسيطر عليها القوات الروسية. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يا محمد. محمد الزاوي في